هب لنا من لدنك رحمة يدل على الاستغناء عن المخلوقين بحيث لا يكون لهم منة على الإنسان. إذا أردت الرحمة فتوجه إلى الله عز وجل، فهو الذي يملكها، أما الخلق ليس عندهم شيء، هم لا يملكون ذلك لأنفسهم حتى يعطوا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من أحدهم فلا يقول لصاحبه ناولني، استغناء كامل. هذه المرتبة لا تطلب من جميع الناس، لكنها من المراتب العالية. إن استطعت أن لا تفتقر إلى مخلوق فافعل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تلك العبارة الجميلة التي ذكرتها في بعض المناسبات، وهي قوله: استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. استغني عمن شئت تكن نظيره، مثله لا فضل له عليك، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. اليد العليا خير من اليد السفلى، والإحسان يأسر، فكن آسرا ولا تكن مأسورا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. من الناس من يعلق جميع الحاجات بالمخلوقين، فهو يعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق له مصلحة إلا عن طريق هؤلاء الناس بالافتقار إليهم. فهو إذا أراد أن يدرس في الجامعة كلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، إذا أراد أن يتوظف كلم فلانا وفلانا. هم يعتقدون هكذا بنظر قاصر أن المصالح عند هؤلاء الخلق، وأنه لا يمكن أن يتم للإنسان مطلب إلا إذا كان عن طريق المعرفة والشفاعات، وهذا كلام غير صحيح. إذا أراد الله عز وجل للإنسان شيئا فلا بد أن يقع، فلا داعي لاستجداء الناس وإذلال النفس لهم، وإنما الاستغناء عنهم قدر الإمكان. هكذا إذا أراد أن يواصل الدراسة أو نحو ذلك، ذهب يكلم هذا وهذا والثاني والثالث والعاشر والمئة والألف، لماذا؟ ويبذل السبب ويقدم. وإذا كان الله عز وجل يريد له ذلك لا بد أن يقع. وانظروا إلى أحوال الخلق ترون فيها من العبر. من الناس من لا يخطر لربما في باله بعض الأمور، ثم بعد ذلك تجده يوضع فيها، وآخر يبذل دينه ويبذل ماء وجهه سنين طويلة وهو يجري خلف هذا الشيء الذي يظن أن فيه ما فيه من الرفعة والمكانة والمنزلة والجاه، ويبقى العمر وهو يبذل دينه قبل أن يبذل ماء وجهه ولا يحصل له، هذا مشاهد. فالاستغناء عن الخلق قدر المستطاع، وإن كان لا يمكن للناس أن تقوم معايشهم ومصالحهم إلا بتواصل فيما بينهم وتبادل المنافع، لكن من غير الافتقار.